احمد بنقطتين. اول شيء اذا قلنا حارس مرمى جيد اكيد كلنا نعترف ان حارس مرمى جيد، لكن قدامه خط دفاع كذلك يعتبر مميز، تكلم عن حامد اليامي، سعود حسان، ومتعب الحربي. شوف هي شوف منظومه كامله، انا بالنسبه لي هي تعتبر منظومه كامله. حارس مميز لما يكون في تنظيم دفاعي على مستوى عالي، وجود لاعبين امكانيات مميزه، حسان، سعود، خليفه، كلهم مميزين. حتى اللي انا يعني شفت المباراه الماضيه شارك خليفه، اليوم شوف سعود في قلب الدفاع، يعني كل اللاعبين مميزين، الادوات يعرف يتعامل معها المدرب بشكل جيد، في نظام تنظيم في الدفاع ممتاز جدا. انا قاعد اشوفه اليوم في مباراه اليوم كان في تنظيم ممتاز على مستوى الخط الدفاعي في الخروج في الطلوع من جهه الكوره. فاعتقد ان هي كمنظومه كامله متكامله ادارها بشكل ممتاز. طيب ليش اخترت حامد الغامدي رجل المباراه؟ شوف انا 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 معجب باللاعب هذا من قبل سنتين للامانه. يمكن في بعض الاحيان ما تكون عنده المشاركة بشكل كبير في المباريات في الدوري، لكن مباراة اليوم كان لاعب قيادي في وسط الملعب على مستوى بداية الضغط، على مستوى تحويل التحول الهجومي، على مستوى الخروج من الكرة من وقت في ضغط المنافس. فأعتقد أن حامد كان مميز اليوم في شيء في مباراة اليوم، صنع الهدف الثاني في بداية في الضغط، كان خطير في الضغط العكسي. أعتقد من اللعيبة المميزين. طيب آخر شيء بشكل